بيان سور هي الدافع. لما الملك نصره الله نادى باش نشوفوا الوضعيه ديال هذه المدونه هذه نعاودوا نشوفوها، لان وجات مع هذاك التخبلمون دو تيغ الحوز هنا الاسر تشتات واسر تشردات وهذا، دونك هادشي كله. اي بي وحنا في الدار البيضاء سورتو الدار البيضاء كتعيش واحد الضغط كبير الاسر في الدار البيضاء. اليوم عندها الضغط ديال لا مونديالايزاسيون، عندها الضغط ديال التكنولوجيا، عندها الضغط ديال الايكونومي، عندها الضغط ديال بزاف ديال الضغوطات، بحيث هاد الاسره هذه بدات كتشتت، بدات كتاسو فراغمونت. يعني التفكير هو باش كيفاش نقدروا هاد الاسره هذه نردوا لها ترجع لذاك الجذور ديالها، الجذور ديال لا كولتور المغربيه اللي فيها المحبه وفيها الموده وفيها الاسره كتجمع والاسره لا سوليداريتي وهذا. وكيفاش نشوفوا المستقبل بكل ما فيه من عولمه ومن تقنيات ومن هذه. دونك خصنا نشوفوا نعاودوا الراي في هذه الاسره هذه، كيفاش يمكن لها تكون عندها واحد التوازن باش يكون كل شيء عايش في رخاء وهناء وبيانات. اللقاء ديال اليوم جانب المثير اللي تم الانتباه ديالي بشكل كبير، وهو انه تناول مدينه الدار البيضاء، واللي ركز بالاساس على التغيرات اللي تطرأ على مدينه الدار البيضاء من خلال عنصرين. كيف طرقت كيف ناولتهم في المداخله الوجيزه اللي درت، مؤسسه الاسره من جهه والقانون اللي تنظم الاسره من جهه اخرى. فالتغيرات كثيره انا تناولتها من خلال الدراسات اللي قمت بها، لا من خلال الزواج، لا من خلال العزوبه، لا من خلال وضعيه ما يسمى بالمزدوجتين بالسن الثالث، واخيرا من خلال الرؤيه الدنيه للمراه المطلقه مدينه الدار البيضاء. اذا تغيرات كثيره. انا ملي تنقول تغيرات ماشي بالضروره ديك الحموله السلبيه، كاين تغيرات موضوعيه سوسيولوجيه اللي يمكن تفهم، لان المراه هنا تركز على وضعيه المراه بالاساس. المرأة ولات طبعا فاعلة، اندمجت في المجتمع من خلال الشغل، مرأة اللي تم درسات ما بقاتش تتعاني من الأمية، مرأة اللي ولات عندها واحد الاستقلالية يمكن نسبية ولكن استقلالية في اختيار الآخر، وبالخصوص المرأة اللي تتشارك بشكل كبير في تدبير الأسرة. هذا متغير جد مهم. والمتغير اللي كذلك مهم من خلال ظاهرة الطلاق، وهي أنها مرأة أم، مرأة اللي عندها مسؤولية ديال الحضانة ديال الأطفال ديالها، ومرأة اللي أبينا أم أبينا أنها تعاني جدا في تدبير الأسرة حاليا بحكم وضعيتها كمطلقة. من هذا الجانب تيمكن لينا وضروري نقوموا بقراءة نقدية لقانون الأسرة، يعني من خلال سؤال عريض، أشنو هي الضمانات القانونية اللي يمكن تحمي المرأة من خلال وضعيتها كمطلقة، بحيث أنه جاء في الخطاب الملكي أنه كاين يعني مشاكل، يعني دي ديسفونكسيونمون، كاين شي مسائل اللي ماشي عادية في تفعيل القانون. إذا هادو هما النقط الأساسية اللي يمكن نتير واللي خص التفكير فيهم بجدية. المداخلة ديالي في هذا اللقاء هي حول هاد الأسر البيضاوية، واش هما عايشين في واحد الاطمئنان، واش عايشين بالراحة لو بيانيتر، واش عايشين بالراحة لهنا راحة البال، أو عندهم شي حواجز اللي هي ما تتخليهمش باش يعيشوا في هاد راحة البال. ومني تنشوفوا في الحقيقة الحياة في الدار البيضاء تلقاو بأن الأسر تعانيوا بزاف بزاف، تعانيوا بزاف. عطيت بعض الأمثلة
أمثلة مثلا الأمثلة اللي عطيت هي مثلا ديال المدرسة اللي تتكون بعيدة عن البيت، على ليكخاش دور للمرأة اللي تتولد ما تتلقاش فين تحط ولادها، على المسافات اللي هما طوال، الفقر، الهشاشة، يعني جميع العوامل اللي تيجعلوا المرأة ما يمكنهاش تخدم. راه هي باغا تخدم عندها شهادة ولكن أجر قليلة، ملي تجي في الأخر الشهر تتلقى ما عندهاش شحال تيبقى ليها، ملي تشوف ديك لو ستريس وكيف التأثير ديالها على الأسرة ديالها. ثم تكلمت على الأسر اللي تيجيو من البادية في إطار الهجرة القروية اللي هي غادي تبقى غادية وتدهور هاد الأيام، غادي يعني غادي احنا مع الزلزال ومع هذا الجفاف، يعني الإنسان خصنا ننتظروا على أن بزاف ديال الأسر غادي يجيو غادي يغادروا البادية ويجيو المدن. شنو موجدين لهم؟ ما موجدين لهم والو، ما موجدين حتى حاجة. فين تلقاو راسهم؟ تيكون الإنسان ولد فلان وعنده عائلة وعنده تاريخ وعنده كرامة، ملي تيجي لهنا تلقى راسو في الزنقة، ولادو تيمكن لهم يضيعوا. يعني هذا هو المحور ديالي، تنحاول نشوف واش حنا كبيضاوة واش حنا عايشين باطمئنان وفي الهنا وراحة البال كيف ما تنتمناو جميع المغاربة وعوامل أخرى اللي الكل تيتقسمها.